هسه رايحة على مارون الراس، من مارون الراس أطلع على ساعة ساعة على كل بلاد فلسطين. أسأل الله إن شاء الله بنرجع له يا رب، والله يحمي الشباب. في إطار إحياء الذكرى 67 لنكبة فلسطين، نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اعتصاما عند الشارع التحتاني في مخيم عين الحلوي، تخلله كلمات أكدت على حق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى فلسطين وطنا نهائيا لجميع أبنائه، ومواصلة النضال والمسيرة من أجل استرجاع هذه الأرض وتحريرها من الاحتلال الإسرائيلي. وقد رفع المعتصمون الرايات الفلسطينية ولافتات وصور الشهداء والأسرى الفلسطينيين. وتحدث خلال الاعتصام عضو قيادة الجبهة في لبنان تيسير عمار، توقف فيها عند ذكرى النكبة مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يكل أو يمل حتى عودته إلى كل قرية وكل مدينة في فلسطين. 67 عاما على النكبة وشعبنا الفلسطيني لا يكل ولا يمل في انتظار العودة. 67 عاما على نكبة فلسطين، ولا يزال صدى المفاتيح مطبوعا على قطع الكماش ملفوفة كصكوك ملكية لبيوت لو لم تعد موجودا. بعد ذلك توجه المشاركون في حافلات إلى بلدة مارون الراس عند الحدود اللبنانية الفلسطينية حاملين مفاتيح العودة.